عبدالله عبسي هو رئيس جمعية نادي الرياضيين بلبنان والرئيس التنفيذي لزومال يلي بتسعى لتمويل المشاريع العربية المبدعة، كما من الأشخاص ال 15 اللي تأهلوا بالأيدياز برايس وشارك بالأي أس سي أرب واحتل المرتبة الثالثة وبالأرب نت واحتل المرتبة الثانية. خلينا نتعرف سوا على المنجز الشاب عبدالله عبسي. سعد الله مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. تفضل. عبد الله عبسي اهلا وسهلا فيك. من الاخير انت منجز من المنجزين اللبنانيين، تعرفت عليك بايدياز برايس بالموسم الاول. وما تبعت يعني ما وقفت، كملت وتبعت بانجازاتك. اليوم الانجاز عندك اكثر من انجاز، عندك انجازين. اول واحد هو زومال والثاني اي كلوب، الانتربرنورشيب كلوب او نادي الرياضيين. خبرنا شوي اكثر عنه. اوكي، زومال هي شركه الهدف منها هو انه نخلي كل المشاريع الصغيره المبدعه بلبنان والعالم العربي ياخذوا فاندنج من حيال لحدا. نحن عندنا مشكله بالعالم العربي انه ما في كثير سبندنج على الابداع وعلى الانوفيشن ريسيرش وديفلوبمنت وغيرهم، فقلنا انه ليش ما نخلي العالم هن تقدر تساعد بهذا الموضوع. حيال لحدا صار هلا بيقدر من بيته يقدر يشوف كل هالمشاريع المبدعه من الانترنت ويعمل فاندنج اونلاين ثرو كريدت كارد او ثرو على ويب سايت. يعني الاشخاص بفوتوا بحطوا افكارهم والباقي الاشخاص بفوتوا بيدعموهم. بالضبط، بيجوا بيقدموا اول شيء افكارهم، لازم يكون الافكار بتادي لديفلوبمنت او تطور بالبلد. يعني ما لازم يكون مثلا شيء تشاريتي او يعني بس ان جي او. يعني لا، في يكون ان جي او بس يكون للديفلوبمنت للتطور. اوكي، يعني في واحد مثلا بدي انمي بلدي او بدي اعمل مش انا. انت شو عملت؟ انت عملت هيدي البلاتفورم وين تجمع ما بين الاشخاص اللي عندهم افكار وما بين التمويل لهم. بالضبط، يعني العالم هن نحن عم نسعى للعالم اللي هن بتجيب المشاريع، بنفس الوقت بنسعى للعالم اللي هن حتمول. بالضبط، وهدول المستثمرين مش بس من العالم العربي، حيكون من كل العالم. يعني في خصوصا اليوم شغال هيدا الويب سايت. الويب سايت هلا حيقلع يعني بضمن تقريبا اسبوع، وبدي ركز بس على شغله انه المستثمرين مش بس من العالم العربي، اللي هن كمان من برا. العرب اللي قاعدين بامريكا وبكندا وباليوكي حابين انه يدعموا الابداع العربي بس ما عنده ولا طريقه يقدروا يعملوا هالشيء. كيف تشتغلوا حتى تجيبوا هالعدد الكبير من الاشخاص اللي عنده افكار؟ بعرف يعني اليوم اوكي الفكره حلوه الويب سايت حلو، بس انت قدرت كمان تجمع عدد كثير كبير حتى يكون عندك نوع من الـ من البنك اوف انفورميشن او داتابيس كثير مهمه وين بتجمع عدد من الافكار المهمه والمشاريع الكبيره. بالضبط، هلا نحن عم نسعى مع الكوميونيتيز، يعني بنشوف مثلا الكوميونيتيز تبعوا الارت، بنشوف الكوميونيتيز تبعوا الويب اند موبايل ديفلوبمنت، كوميونيتيز تبعوا الفاشن. كل كوميونيتي لها عالم، لها ايفنتس بتصير، لها مجموعات ان جي اوز، لها يعني كل واحد عنده مجموعات دائما بيروح عليها. فنحن بنسعى بنروح بنعمل بارتنرشيب مع هدول المجموعات وبنخليهم يقدموا يصيروا مشاريع لنا، ونحن يعني بنساعد مع كل مشروع يجي يعملوا فيديو يحطوه على الانترنت يقدروا يشرحوا الفكره تبعيتهم لحتى يجيبوا انفستمنت. هذا حلو كثير. من الاخر راشد بحصله سوري قد ايه عمره؟ 20. زيت سؤال حكي كثير اكبر زي. كثير اكبر منك يعني عن جد استغربت. رولا اكيد انا يس. زينب اكيد اكيد. جورج يعني هيدي فكره قديمه بيقولوا بالفرنساوي ميسان، الشخص اللي بحب يساعد غيره المبدع تينجح باماونت معين. انت طورتها واعطيتها اكثر طابع عولمي او مناطقي تتفيدهم. كثير الفكره حلوه، بتمنى انه عمليا بس يمشي السايت تمشي. رولا كادي عبد الله انا بدي اسالك سؤال، مين بيعمل فلتراج للي بده يحط بده يحط مشروع؟ مين بيعمل سؤال يعني مثلا وقت الواحد بده يجي مين بيقرر اذا هذا المشروع خير يكون موجود ولا لا؟ مين بيعمل فيه التراجع؟ نحن في عنا تشيك ليست بنيجي بنطلع عليها، بنعمل سكرينينج لكل بروجكت، بنشوف بنعمل فيريفيكيشن على الشخص اول شيء لانه يمكن يصير في عمليات سرقه ويجي واحد يحط مشروع منه فيريفايد منه فاليد ويروح يستعملها لاشياء غلط. فنحن اول شيء بنعمل فيريفيكيشن على الشخص وعلى المشروع، والمشروع بحد ذاته بنعمل بيسك فيزيبيليتي ستادي، بنشوف اذا هذا المشروع بيشتغل ولا بس روكيت ساينس جاي بدي اخترع. كلهم عمرهم 20 سنه معك؟ نعم كلكم بالاكيب كلك انت واصحابك عمركم 20؟ نحن تيم اوف 2 اللي معي عمره 19 سنه. وانتم قادرين تكونوا مؤهلين تقدروا تقرروا؟ مظبوط
يعني فكرة كتير مزبوطة. نحن هلأ ما عنا كتير يعني أنا بلشت ستارتابس قبل يعني around 7 تقريبا كلهم في الشهادة تقريبا أول واحدة يمكن اللي بتشتغل الحمد لله بس we have expertise يعني فاتوا معنا 4 VCs venture capital funds هيدا صراحة لحاله يعني هيدا عم يعطون باك أب بالضبط يعني هن عم يعطونا كليجل أدفايس كنتورك اللي عندهم إياه يعني النتورك اللي هلأ صار عنا إياه مش بس بلبنان عم نحاول نمتد بكل الدول العربية فعنا هدول الفور في سيز حدا منهم بيس بإيجيبت حدا منهم بلبنان حدا منهم باليو اي اي وحدا منهم بجوردن فهذا اللي كمان بيعطينا قوة وبيقدر يخلينا أكيد من الآخر نحن بنقول لك برافو عبد الله أنت فعلا فكرتك حلوة كتير وأنت منجز لبناني نحن يعني منفتخر فيهم لأنه فعلا بتشتغل مش بس هون لتحتى تطور حالك حتى بالعكس تطور وتساعد باقي أشخاص والمجتمع تبعك وهيدا أحلى شغلة بيقدر يعملها إنسان بهذا العمر يعني بعشرين سنة أنت عم تعمل أول خطوة نجاح لك بس لا عم بتفكر بالبقية والأشخاص اللي مثلك عندهم افكار وحابين يكون عندهم دعم ثاني مشان هيك بدنا نقول لك برافو لكل شيء عمله بنك اوف بيروت حابب تفتح لك حساب بالبنك لكن الاسم هو الاماونت 3000 دولار اسم عبد الله عبسي عبسي عندكم هالابلكيشن فينا نبقى نبعت على رواق لنا لكن احنا برافو برافو عبد الله الف مبروك لك وشكرا لوجودك معنا تمام للاخر وهلا عايشين على كيفك